معلم ايه؟ أول مرة بيعجبني جبران باسيل. شو قلت؟ عم بقول لك أول مرة بيعجبني جبران باسيل. لحظة. شو بك؟ ماشي هذا إصبع توما بتعرفه؟ ايه شو؟ ما بتعرفه؟ ايه سامي؟ سامي؟ لحظة شو بك شو بك؟ أنت سامي اللي عم تحكي؟ ايه يا طارق شو بك؟ معك قطنطيش؟ لخي بلا قطنطيش بلا بلوط. عم بقول لك أول مرة بيعجبني جبران باسيل يا زلمة. ليه؟ ليه إذا أنا اللي بحبه وبطل يعجبني، أنت شو عجبك فيه؟ فيني عريق؟ حبيبي، زلمة قال جملة للتاريخ، أنت ما سمعته لما قال سنصلب جميعا لقيامة قانون الانتخابات؟ وأنت من كل عقلك صدقته؟ أكيد. من كل عقلك صدقت إنه في قيامة قانون انتخابات؟ أكيد. ليه؟ على فكرة؟ انت ما بتفهم بالسياسي ابدا حبيبي. انت اللي ما بتفهم بالسياسي. انا ايه، لانه اذا هالجمله تنفذت حرفيا 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 في قانون. واي جمله منهم؟ اي جمله؟ سنصلب جميعا لقيامه قانون الانتخابات، لانه هيدا يا حبيبي هو الحل الوحيد. اذا ما انصلبوا جميعا ما في قيامه قانون الانتخابات. ما في